أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة ومتابعات إخبارية جديدة تتابعون فيها آخر أخبار وتطورات جائحة فيروس كورونا حول العالم وجهود الدول لمحاربة الفيروس وسط استمرار حملات التطعيم في مختلف أنحاء العالم وغيرها من المواضيع الأخرى. كل هذا وأكثر في حلقة اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. إذا مشاهدينا، أما بالنسبة لآخر إحصائية لإصابات كورونا حول العالم فقد بلغ مصابي كورونا حول العالم أكثر من 167 مليون إصابة بهذا المرض. أما بالنسبة لحالات التشافي والتعافي فقد بلغوا أكثر من 148 مليون حالة تشافي، ولله الحمد بنسبة تصل إلى 88.6%. أما حالات الوفاة مشاهدينا فقد بلغوا أكثر من 3,400,000 حالة وفاة بنسبة تصل إلى 2%. تراجعت حصيلات وفيات كوفيد 19 اليومية في فرنسا إلى أدنى مستوى في أكثر من 7 أشهر، إذ بلغت 70 حالة وفاة، في حين انخفض متوسط الإصابات اليومية المتحرك في 7 أيام إلى ما دون 13,000 للمرة الأولى منذ أواخر العام الماضي. هذا وانخفض عدد مرضى كورونا في وحدات الرعاية المركزة لليوم 20 على التوالي بواقع 29 حالة ليصبح 3,515، أي ما يقرب من نصف العدد الإجمالي قبل 5 أسابيع. ولا زلنا في فرنسا مشاهدينا، حيث يستعد برج إيفل الشهير في باريس لفتح أبوابه والترحيب بالزائرين مرة أخرى بدءا من منتصف شهر يوليو المقبل، بعد أن فرضت قيود مكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء فرنسا إغلاق البرج أمام الزائرين، ما أدى إلى خسارة مالية فادحة في إيرادات البرج. وسيتم إعادة افتتاح البرج الأيقوني للعاصمة الفرنسية اعتبارا من 16 من الشهر نفسه أمام السائحين المتحمسين للصعود على الدرج الخاص بالبرج البالغ ارتفاعه 324 مترا أو استخدام مصاعده. وذكرت الهيئة المشغلة للبرج أن حجز التذاكر على الإنترنت سيكون متاحا كذلك اعتبارا من 1 يوليو القادم. وننتقل مشاهدينا إلى الهند، ثاني أكبر بلد في إصابات كورونا، حيث أعلنت السلطات أن عدد وفيات الفيروس التاجي تجاوز 300,000 حالة، في حين أصبحت العديد من الولايات غير قادرة على تطعيم من تبلغ أعمارهم أقل من 45 عاما بسبب نقص في إمدادات اللقاحات وارتفاع الطلب. وتزامنا مع جائحة فيروس كورونا المدمرة تم تسجيل ما يقارب 9,000 حالة إصابة بمرض العفن الأسود أغلبها في ولاية كوجارات الهندية، وتؤثر هذه العدوى الفطرية النادرة على الجيوب أو رئتين بعد استنشاق بكتيريا الفطريات، وغالبا ما توجد في الغرف والأسطح الرطبة والتربة والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة. واصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في عموم تركيا هذا الأسبوع انخفاضها، وذلك بفعل التدابير التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة بما في ذلك الإغلاق الكامل. وفي وقت سابق أرسلت وزارة الداخلية التركية تعميما إلى 81 ولاية بالبلاد ذكرت فيه أن تدابير العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية ستتواصل حتى 1 يونيو المقبل.
أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء إلى المملكة بدءا من اليوم. وتضم قائمة الدول الحمراء كل من الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون البحرين بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين، حيث يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. كما يتطلب منهم إبراز شهادة فحص PCR معتمدة قبل صعود الطائرة والفحص عند الوصول وبعد 10 أيام من الوصول. ونطير معكم مشاهدينا إلى اليابان، حيث تعاني المستشفيات في أوساكا ثاني أكبر مدينة في اليابان من موجة ضخمة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث نفذت الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي، ويحذر الأطباء المنهكون من انهيار النظام وينصحون بعدم إقامة الألعاب الأولمبية هذا الصيف. وتعاني المنطقة الغربية في اليابان التي يقطنها 9 ملايين شخص من وطأة الموجة الرابعة من الوباء، وهو ما يمثل ثلث عدد الوفيات في اليابان. ويظن البعض أن سبب الموجة الرابعة هي استضافة أوساكا للحدث الرياضي العالمي الكبير وهي الأولمبياد، وذلك في غضون شهرين الماضيين، خاصة وأن حوالي نصف الطاقم الطبي الياباني فقط أكمل التطعيمات. قال الرئيس الأرجنتيني أن بلاده ستشدد إجراءات الإغلاق الوبائي لمكافحة موجة كوفيد-19 الثانية الشديدة، حيث أبدى قلقه لأن الحالات والوفيات اليومية قد حطمت الأرقام القياسية الأسبوع الماضي. وستدخل الإجراءات الصارمة حيز التنفيذ يوم السبت القادم، والتي ستستمر حتى 31 مايو الجاري، وتشمل إغلاق المدارس وحظر الأحداث الاجتماعية والدينية والرياضية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة. وسيسمح للمواطنين غير المصنفين كعمال أساسيين بالخروج بالقرب من منازلهم بين الساعة 6 صباحا والسادسة مساء، خلاف ذلك يجب عليهم البقاء في المنزل. أبلغت العاصمة المالية للهند مومباي عن انخفاض مضطرد في عدد حالات كوفيد-19 النشطة بفضل فعالية غرف الحرب المصممة للسيطرة على الأزمة وإدارتها. رئيس بلدية مومباي اتخذ عقلية شبيهة بالحرب، حيث أنشأ مجموعة من غرف التحكم الصغيرة المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، بها 24 جناحا في كل غرفة لها لوحات تحكم خاصة بها، وعشر سيارات إسعاف، وعشر فرق طبية، وعشر مشغلي هاتف، وعشر نقالات للتفاعل مع مناطق الاحتواء في ذلك المجتمع. كما تمكنت مومباي أيضا من الحفاظ على إمدادات ثابتة من الأكسجين في وقت كانت فيه بقية البلاد في أزمة. افتتحت هيئة الصحة الدنماركية معرض العطس، وهو معرض يتيح التجربة لزواره من الكبار والصغار اللعب واكتساب معلومات حول فيروس كورونا كوفيد-19 ومعرفة أفضل السبل لمكافحة هذا الفيروس. وسيتمكن الزوار من رؤية أجسام ثلاثية الأبعاد لمريض كوفيد-19 وكيف ينتشر في جسم الإنسان. ويهدف المعرض تقديم معلومات لزواره قائمة على أبحاث عن وباء كورونا وكيفية محاربته. عندما كان يقف العالم عاجزا أمام معضلة فيروس كورونا، استطاع اليوم التغلب عليه بتوفير اللقاحات المختلفة. حملات التطعيم اليوم هدفها الأساسي حماية البشرية من هذا الفيروس الفتاك، فاحرص وبادر بالتسجيل لأخذ اللقاح لتحقيق المناعة المجتمعية في نهاية المطاف. دمتم بحفظ الله ورعايته.